تقوية العلاقات الروحية والدينية بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية وبتنسيق بين مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة والمركز الثقافي المغربي بنواكشوط، قامت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بإفادة وفد ديني يتكون من علماء ومرشدات لإلقاء دروس دينية طيلة شهر رمضان المبارك بالشقيقة موريتانيا، بالإضافة إلى إمامين أستاذين لقيام صلاة التراويح وقراءة القرآن بعد صلاة الظهر، ويضاف إلى ذلك إلقاء مرشدات دينيات دروس دينية بالصالون المغربي بالمركز الثقافي المغربي للنسوة الحاضرات، وذلك في عدة مواضيع تهم الدين الإسلامي. وتعد هذه البادرة الأولى من نوعها، حيث لقت استحسانا وقبولا من قبل الإخوة الموريتانيين الذين الصائمين الذين يصلون بمسجد الحسن الثاني، والإخوات الموريتانيات اللواتي استمعنا إلى الدروس بالمركز الثقافي المغربي بالصالون. المتكلم أحمد عبد العزيز إمام مسجد الحسن الثاني المعروف شعبيا مسجد المغرب، ونشكر المركز الثقافي والمملكة المغربية وعلى جهودهم الذي قاموا به في هذا الشهر المبارك. ما شاء الله، الوفد الديني، العلماء، القراء، ما شاء الله جاءوا هنا لنشر الدين وعلاقة بين الموريتانيا والمغرب، علاقة روحية، علاقة دينية. ما شاء الله المجتمع، الناس كله الحمد لله فرحوا بهذا الوفد، ونشكر الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا. ما شاء الله دروس قيمة، وما شاء الله تراويح قرآن، ما شاء الله الحمد لله كله ما شاء الله فرحنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنهم، وأن يعيننا ويعينهم على طاعة الله، وأن يطيل أعمارنا في طاعة الله. ونشكركم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم العياشي أولاد سعيد، مؤطر مع بعثة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. نحن هنا بالديار الموريتانية ببلدنا الأول في الحقيقة وليس ببلدنا الثاني، نقوم بمهمة التأطير الديني والروحي والثقافي لإخواننا بهذه الأرض الشقيقة. والحمد لله هذه البعثة جاءت في إطار التواصل بين البلدين الشقيقين، وهناك مهمة أخرى يقوم بها الأفاضل معنا، الإخوة الأفاضل، بصلاة التراويح والتهجد. والأجواء ولله الحمد ممتازة، لا نرى أن هناك فرق بين بلدنا المغرب وبين بلدنا موريتانيا. معكم محمد الجريني الملوكي من مدينة فاس، وإمام بنفس المدينة بمسجد حفصة. فنحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة التي وفقنا إليها، ونشكر بدولنا أمير المؤمنين الملك محمد السادس، نصره الله وحفظه وأيده، الذي يسهر على الحفاظ على الأمن الروحي
المتعلق بالمغاربة عموما وكذلك بإخوانهم الأشقاء الموريتانيين والأفارقة بشكل عام. فبارك الله فيه وجزاه الله خيرا وشكرا لكم كذلك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم يوسف الشقروني إمام مسجد الإمام مالك بمدينة صفرو من المغرب. هنا جئت للإسهام في إقامة صلاة التراويح بمسجد الإمام بمسجد الحسن الثاني بالدولة الإسلامية الموريتانية الشقيقة بن واكشوط، وشرف لي أن أكون ضمن هذه البعثة الطيبة المباركة. وجئنا لربط أواصل المحبة والإخاء مع إخواننا وأشقائنا هنا، ومن هذا المنبر ومن هذا الموقع أتقدم بالشكر الجزيل لسعادة السفير السيد حميد شباط على حسن استقباله وحسن ضيافته، كما أشكر السيد سعيد الجوهري مدير مركز الثقافي هنا بن واكشوط على حسن استضافته وحسن حفاوته. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعم الرخاء والأمن جميع بقاع الأرض، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.